سائل أبو علي يسأل يا شيخ، يقول هناك سؤال حول البكاء على الميت، وهل الصراخ جائز فضيلة الشيخ؟ البكاء جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم. لكن الصراخ ورفع الصوت هذا أمر لا يجوز، لأنه من الجزع.